في موضوع آخر يحيي المغرب اليوم الوطني المهاجر 2016. حول هذه المناسبة قدم إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج توضيحات لإذاعة ميديان بشأن معاني هذا اليوم. يتميز هذا اليوم الذي يحيي المغرب منذ سنوات وسنوات يتميزت سنة يعني بالعناية الخاصة التي لهجرات الملك للجالية المغربية بالخارج والتي تظهر في خطابات عيد العرش في توشيحات عدد كبير من الأطر المغربية في كذلك سياق متميز بالأحداث التي تتتابع يعني متعلقة بالإرهاب ونمو الإسلاموفوبيا تجاه الجاليات المسلمة والجالية المغربية خصوصا في أوروبا وفي أمريكا ولكن كذلك في سياق متميز ببروز نخب مغربية في عالم السياسة الاقتصاد البحث العلمي وهذا أظن يبين أن هنالك يعني تطور فيه شوية المفارقة يعني من جهة نمو العداء للجاليات المغربية وفي نفس الوقت يعني نمو اندماجها في مجتمعات الإقامة مع الحفاظ على علاقات قوية ومتينة مع الوطن الأم في المشاريع الجمعوية أو مساهمة الباحثين المغاربة في عدة مشاريع أو كذلك يعني بداية عدة عمليات استثمار للمساهمة في تنمية المغرب.